وكان البحرينيون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية آخر من صوتوا في انتخابات 2018، حيث انتهت عملية التصويت في سفارة مملكة البحرين في واشنطن والبعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك في تمام الساعة 4 فجرا هذا اليوم. تميز الاقتراع بالإقبال الكبير من قبل المواطنين، ما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة الحق الديمقراطي. وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ ارتياحه لسير العملية الانتخابية التي جرت بيسر وسهولة، ومشيدا بتعاون الجميع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لمملكة البحرين. هذا وقد عبر المواطنون البحرينيون المشاركون في العملية الانتخابية عن تقديرهم لما شهدوه من حسن تنظيم وتعاون جميل في سير الانتخابات التي جرت وسط أجواء وطنية رائعة. أجدها فرصة مناسبة لتقديم أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على نجاح هذه الانتخابات التي نراها منذ انطلاقها اليوم في السفارات في الخارج، وبإذن الله نراها بعد 4 أيام في مملكة البحرين، ونتمنى التوفيق لكل من ساهم ويعمل من أجل تسهيل مهام لهؤلاء الناخبين. فعلا البحرين وكل بحريني يعيش عرس ديمقراطي شهدناه في حلته الخامسة، وطبعا هذا يأتي استكمالا للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ونأتي اليوم لنرى هذا المشروع يتحول إلى نهج نعيش به وواثقين منه ونشارك فيه بأصواتنا من أجل الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. فبالنسبة لنا في واشنطن حرصنا على أن احنا نفتح السفارة ونتواصل مع جميع البحرينيين اللي متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم أصبحنا نشوف الناس تينا من واشنطن ومن خارج واشنطن، مما يؤكد على سماعهم لنداء الوطن ومشاركتهم في هذه الانتخابات المهمة في تاريخ مملكة البحرين. طبعا احنا بداية يعني جدا مسرورين وفخورين بالمشاركة الكبيرة للمرأة البحرينية خاصة في هذا العام. احنا ممكن ننظر لقوائم المترشحين ونحصل أن تقريبا حوالي 40 امرأة مترشحة للمجلس النيابي، وهو بالنسبة لنا رقم قياسي وأعلى رقم حققت المرأة بالمقارنة بالسنوات السابقة. وهذه طبعا شيء ما هو غريب بالنسبة حق المرأة البحرينية. المرأة البحرينية طبعا حققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات. يوم تشرفت بالتصويت في الانتخابات النيابية في سفارة البحرين وفي واشنطن، وجيت من ولاية ميزوري. صحيح أن المسافة بعيدة، ولكن هاي واجب، وأتشرف بتلبية واجب الوطن. هو واجب على أي أحد، أي مواطن بحريني، أنه ينتخب وأنه ينتخب الشخص المناسب أنه يمثله، سواء كان في البحرين أو هو كان عايش برا البحرين. أنا اليوم صوت في سفارة البحرين في واشنطن، كون المرأة تعتبر شريك أساسي في إعداد وتخطيط برامج البحرين، وبصوتها تكون على أمل أن هي ساهمت في تطوير البحرين. والله كنت وايد حريصة على المشاركة لأن هي أول مرة أن انتخب حق في الانتخابات البحرينية، وأن هي فرصة أن لأدي واجبي كمواطنة أن أعطي صوتي وأبين ولائي للمملكة البحرين.